نبدأ أخبارنا الرياضية من القلعة الحمراء. النادي الأهلي اللي بيستأنف تدريباته على ملعب التتش استعدادا لمباراة العين الإماراتي اللي هتتلعب يوم 29 أكتوبر الجاري على استاد القاهرة في بطولة الانتر كونتيننتال. لعيبة الفريق بيأدوا مباراة شاركوا في نهائي السوبر المصري أمام الزمالك، أدوا تدريبات استشفائية فيما خاض باقي اللاعبين التدريبات الكاملة على ملعب التتش واللي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكورة. مارسيل كولر مدير فني للفريق بيعقد محاضرة مع اللاعبين عشان يتكلموا عن مباراة العين. نروح لمنتخب مصر للكرة الشاطئية، كرة القدم الشاطئية. منتخب مصر بيخسر أمام المغرب بنتيجة 4-3 في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية واللي أقيمت في الغردقة. نروح لمنتخب السنغال اللي بيتوج بطلا لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم الشاطئية بعد الفوز على المنتخب الموريتاني بنتيجة 6-1 في المباراة النهائية اللي جمعتهم في مدينة الغردقة. نروح للبوندز ليجا. فريق فيردر بريمن اتعادل مع فريق باير ليفركوزن 2-2 في المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين على ملعب فيسر شتاتيون ملعب فريق فيردر بريمن الألماني في إطار الجولة الثامنة من دوري الألماني البوندز ليجا. فريق بورنموث بيتعادل أمام فريق أستون فيلا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت ما بين الفريقين على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. بيحتل فريق أستون فيلا المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة. بورنموث بيحتل المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة. فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيفوز على فريق ساوثهامبتون بهدف أحرزه إيرلينغ هولاند في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي البريمير ليج. بيتواجد نادي طبعا مانشستر سيتي في المركز الأول بجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، أما ساوثهامبتون بيحتل المركز 19 وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة فقط. إلى الكالتشو الإيطالي، فريق نابولي الإيطالي بيفوز على فريق ليتشي بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت ما بين الفريقين على ملعب دياغو أرماندو مارادونا ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإيطالي. يحتل نابولي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 22 نقطة، بينما يحتل ليتشي المركز قبل الأخير. وأخيرا إلى الليغا الأسبانية، نادي برشلونة زي ما تابعنا بيفوز على ريال مدريد بنتيجة 4 أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدوري الأسباني للموسم الحالي 2024-2025. بيحتل فريق برشلونة صدارة جدول الترتيب برصيد 30 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد حامل اللقب المركز الثاني برصيد 24 نقطة. كده مشاهدينا نكون خلصت نشرتنا الرياضية. نعود مجددا بقى لمصطفى ومنا لاستقبال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك رجائي.